قاعدين الطوبيس هاو الناس كلهم مرات هاو دي خلص طوبيس لماذا؟ بالفريق السنة هاو هاو متقاعد خلص طوبيس ايها المسؤولون هذا متقاعد خلص طوبيس لماذا؟ ايش هذا واحد عدد دي المؤسسات ديال الدولة مشاريك الناس المسؤولين هما فين دوق الناس المسؤولين دوق الناس المسؤولين على التغطية عبد الرب متقاعد 40 سنة داخل هذا القطاع وافتخر وحيت على التقاعد في 2016 كما نقولها دائما كان واحد البطاقة ديال الركوب كنتمتع بها الحق ديالنا مكتسب على كما قلنا حسب المدة 68 من القانون الأساسي اللي موقع في السبعينات الطرف الوزير الاول انا دا كنتمتع بهذا الركوب الى حين جات هذا الشاب اللي تو جات تدبير القطاع وحرمونا من الركوب بحيث كيطلع المراقب كما قلنا دابا كيبقى المتقاعد او الارمله او من الحق في الركوب تيقول لك عندي الواجب تيقول لك عندي بطاقه ديال نقل المدينه او ديال الوكاله المستقله للنقل الحضري تيقول لي هذيك غير معمول بها انت غير مرغوب لماذا؟ علاش ما ركبش؟ تيقول لك الى امتنع تيقول لي خلص 35 درهم يحاولوا يسحبوا لي البطاقه اللي هي ماشي ديالهم ديال نقل المدينه او ديال الوكاله المستقله للنقل الحضري كيسحبوها عليه بدون يعني بدون حق وإلا امتنع كيلتزموا بالمراكز الشرطه كما قلنا دائما وكيحتازوا تما وكيعيطوا على المسؤول المدني وكيفتحوا معاه التحقيق كيديروا له محضر شي عنده 70 سنه و65 سنه وكيدوه كيسخسخوه باع حسب الحد ديال القانون ديال الامن كيتهم الوضع ديال المتقاعد الرجل المسن كيخليو السبيل ديالو هذا كيتكرر مرارا دوينا مع السيد المدير قال له الله يخليك الى عطيت التعليمات ديالك لهاد المراقبين يزيدوا على هاد المتقاعد ديال الدخول يلقاو شي صيغه اللي ترضي الاطراف تيقول لك واخا ولكن والو درنا وقفه واحده هذه الوقفه التاسعه ولا من يجيب انا جاي لهذا الصمار احنا عندنا قانون كيضمن لنا الركوب احنا ما عندناش مشكل مع الدوله ومع احنا عندنا مشكل مع مؤسسه التعاون اللي كتراسو السيده العمده وهذا المجلس اللي هو كيسير دابا الشان المحلي من الدار البيضاء جل الاعضاء ديالو المجلس السابق ويعرفونا شنو كاين حنا هاد الناس الوقت يجيو عند اعضاء تدبير القطاع على طبق من ذهب وحنا متقاعدين قدمونا لها كقربان قربان ذبحونا من الوريد للوريد وحرمونا كيعيشوا مشاكل دابا هما حافظوا على الملتزمات ديالهم كما نقولها دائما لا العمده ولا ينوبوا عنها امتيازا ولا ادوا لي بطاقه ديال الركوب كركب واش راك نتسرى في الطوبيس لا تركب عمرك غادي على الطبيب ولا غادي شي زياره او ندير تحاليل انا هاد المتقاعد كيدو في الطوبيس كما قلنا دابا شحال كيوزن هاد المتقاعد 40 كيلو غادي يهبط ليها الروي اسبانيا كيتعاملوا معاه هكا متقاعد راه مشرف وعزاز عنده خدمات تقدم ليه واحد على بطاقه داو لينا على التعليمات ديال صاحب الجنه صرا لي هذيك عطوا المتقاعد حقه عطوا المواطن حقه وقلت له مش راجل وما تسوقوناش الوقفه التاسعه وهاد الناس اللي كانوا النهار الاول هاد المنتخبين يتفشحون وحنا غنعطوا للمواطنين وحق المواطنين داونا حقنا دابا علاه باي حق حنا راه ما لنا تا حق لنا كلا في الثمن سنناضل اليوم هنا وغدا امام الولايه ولا كما قلنا دابا ولا توفينا حنا كاين النساء ديالنا الارامل ولا مشاو الارامل كاين اللي عملوا الكفاله وغتبقى سلسله متراصه وحقنا ما ندعي هاد الناس يجلسوا على طاولة الحوار ويرجعوا من النصاب ديالنا تقول حقنا حنا ما كنطلبوش الصدقة والإعانة حنا مستعدين دابا نديو على الإخوان ديالنا عطوا التعليمات للإخوان ديالنا هادو يمشيو بحالهم يغادروا لأن حنا مسنين حنا بغينا الفدنة حنا ناس كهول مسنين جنة معطوب مريض يومين كيموتوا زوج ثلاثة منا كنتقاداو نتساقط كأوراق خريف كما نقولها دائما وهاد الناس ما بغاوش يشوفونا بعين الرحمة الطاقه والكبار ديالنا السن ديالنا الخدمات اللي قدمنا حنا منا كانوا منعشين هادو كيجيو في الشارع المحل حنا كانوا نهزو الطوبيس ونهزو الطالب والموظف والعملي والجمركي والاطفائي وجميع الشريحه ديال مدينه الدار البيضاء عملوا لهم الركوب اللي كان يعني حافله وضعيه مزريه كنضحيو جاي يضحي المراقب
التقني باش نعملوا النقل بعد عدد مناسبات رياضية وطنية دينا. حنا السباقين فيقوا حنا الأولين في المغرب على دور الاعتبار على دور الجزاء هذه المكافأة راه المتقاعد همشتونا على هذه البلاد على طوق وتدخل هذه البلاد السواعد الحمد لله فيها دستور ديال 2011 كيعطي المواطن حقه. هاد الناس جاو داونا حقنا رجعونا حقنا لن نتنازل حقنا احنا ما كنا في التمام سنناضل اجتهدوا فوالا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما غاديش نمشيو ولو عندنا كنايات خطية ما غاديش نخرج ما كنبقاش جولة واش ما غاديش جولة أرجوك يا سيدنا عاش الملك الله ينصر سيدنا وينصر على الحق ويكفي الظالمين يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل في الظلام. السلام عليكم، معكم محمد الساري متقاعد. يعني أنا تقريبا شي 39 سنة من العمل، والان ملي خرجت التقاعد الان كنتهمس وكنتقصى، فلهذا انا كناشد يعني اصحاب القرار المسؤولين اصحاب القرار باش ينصفونا وباش يرجعوا لنا الحق ديالنا المسلوب اللي هو في البلد 68 من القانون الاساسي سنه 1999 كان الوزير الاول احمد عثمان. فلهذا كنناشدوا الناس اي مسؤولين صحاب القرار باش يردوا لنا هذا الحق المسلوب. والان يعني احنا كن ملي كنا نتوجهوا للحافله كنلقاو مضايقات من طرف المراقبين كيأدي داك الشيء يعني كيوصلنا حتى للمخبر ديال الشرطه. فلهذا يعني رحنا دابا الان مقصيين ومهمشين، كناش مرة أخرى كناش الناس المسؤولين أصحاب القرار باش يرجعوا لنا هاد الحق اللي هو من حقنا واللي هو ضاع منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.